بكم طلاب الصف الأول الإعدادي في مادة اللغة العربية. النهاردة معانا درس من فرع النحو وهو بعنوان ظنة وأخواتها. تعالوا نشوف هما إيه. أول حاجة بيقول لي إن ظنة وأخواتها هي أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يبقى أول حاجة كده عرفناها عن ظنة وأخواتها إنها أفعال متعدية لأنها تحتاج إلى مفعول به. الحاجة التانية بتنصب مفعولين. الحاجة التالتة أصل المفعولين المبتدأ والخبر. تعالوا نشوف. زي لما يجي يقول لي مثلا الامتحان سهل. الامتحان أنا لو هعربها طبعا اسم وقع في بداية الجملة الإسمية فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولما باجي بسأل عن الخبر، الخبر هو الذي يأتي ليتمم معنى المبتدأ، بسأل عنه بكلمة ماله أو مالها. طيب الامتحان ماله سهل، يبقى كلمة سهل هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب تعالوا نشوف لو دخلت على الجملة الإسمية ظن وأخواتها هتعمل فيها إيه؟ هتكون حسب محمد الامتحان سهلة. لو ناخد بالنا هنا إن كلمة الامتحان بعد ما كانت مرفوعة أصبحت منصوبة، وكلمة سهل بعد ما كانت أيضا مرفوعة أصبحت منصوبة. طيب ايه حسب دي؟ احنا كنا بنقول من شوية ظن واخواتها، يبقى اول حاجة نعرفها سوا اني حسب من اخوات ظن. طيب حسب ده فعل ماضي مبني على الفتح. من الذي حسب؟ هو محمد. يبقى اذا محمد هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والامتحان مفعول به اول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكلمة سهل مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ناخد بالنا كده من حاجة، ان انا جعلت المبتدأ والخبر اللي عندي بقوا هما الايه؟ المفعولين. يبقى ظن واخواتها افعال تنصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر. بعد كده بيقول لي ظن واخواتها تعرفها هي من الافعال الناسخة. يبقى نركز كده مع بعض، هي من الافعال الناسخة، وناخد بالنا ان كان عندنا الافعال الناسخة كان واخواتها. يبقى انا عندي افعال ناسخة كان واخواتها وظن واخواتها، ولكن ظن واخواتها تنصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر، وتجعل المبتدأ مفعول به اول والخبر مفعول به ثاني. طيب تعالوا بقى نشوف مين هم اخوات ظن. اول حاجة بيقول لي افعال تفيد الركحان. تفيد الركحان يعني الشك، يعني حاجة مش اكيدة. زي ايه؟ زي ظن وحسب وزعم وخال. تاني ظن حسب زعم خال. طيب بعد كده بيقول لي افعال بتفيد اليقين. اليقين يعني الاكيد، اللي هي عكس افعال الركحان. زي ايه مثلا؟ زي علم ووجد ورأى. يبقى انا عندي من اخوات ظن هناك افعال تفيد الركحان وافعال بتفيد اليقين. المجموعه الثالثه والاخيره معايا افعال او فعل واحد بس وهو بيفيد التحويل، مثل الفعل جعل. يبقى ظن واخواتها ظن حسب زعم خال علم وجد راى وجعل. طب احنا قسمناهم كده ليه؟ لان بيجي يقول لي اذكر دلاله الفعل. هو ظن ده بيفيد ايه؟ بيفيد الركحان. طب وجد يفيد اليقين. طب جعل بيفيد التحويل. يبقى دي مهمة جدا ولازم نحفظها مع بعض. دلوقتي بيقول لي استخرج الافعال المتعدية لمفعولين. يبقى دي اول طلب. الطلب الثاني واذكر دلالة كل فعل، يعني هل هو فعل من افعال اليقين ولا فعل من افعال الركحان ولا فعل من افعال التحويل، وعين المفعولين فيما يلي. طبعا المفعولين اللي هما كانوا عندي اصلهما المبتدا والخبر. تعالوا نشوف اول مثال. بيقول لي ظننت الطالبين كسولين. ها يلا يا شباب نستخرج كده مع بعض. اول حاجه انا الفعل عندي ظن بس لوحده ده هو فعل متعدي. طيب وايه الدلاله بتاعته؟ فعل يفيد الركحان. طيب بعد كده بيقول لي عين المفعولين. أول مفعول كلمة الطالبين، وهيكون إعراب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والمفعول الثاني كسولين وهو إعراب مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يبقى أنا كده استخرجت الفعل
ذكرت الدلالة بتاعته وقلت المفعولين. طيب أنا لو بقول دلوقتي احذف ظن واجعل المفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، رجعهم لي تاني في الجملة الإسمية، ها هتبقى إيه؟ هتكون الطالبان كسولان، صح كده؟ يبقى أنا هرجعهم لحالة الرفع مرة أخرى. طيب مثال تاني، رأيت الاجتهاد سبيل التقدم، ها فين عندي الفعل المتعدي اللي بينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؟ الفعل رأى. طيب فين عندي المفعول به؟ أول مفعول هو الاجتهاد، وهيكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب والمفعول التاني بقى فين؟ يا ترى كلمة سبيل ولا كلمة التقدم؟ لا طبعا هيكون كلمة السبيل، يبقى السبيل هي مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب وكلمة التقدم دي بتعرب ايه؟ ها قلنا مع بعض، هنا انا عندي كلمة نكرة وهنا عندي كلمة ومعرفة، نكرة ومعرفة تبقى المعرفة مضاف اليه، والمضاف دايما مجرور، يبقى كلمة التقدم مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب انا لو عايز ارجع المفعولين دول مبتدأ وخبر في جملة اسمية اقول ايه؟ هقولها عادي جدا، الاجتهاد واحط له الضم عشان علامة الرفع، سبيل التقدم، وهنا برضو كلمة التقدم هتعرب ايضا مضاف اليه. طيب نشوف مثال كمان، قال الطالب الدرس صعبا، ها فين عندي الفعل؟ يبقى انا الفعل عندي قال، وهو فعل يفيد الركحان ولا اليقين ولا التحويل؟ ها طبعا بيفيد الركحان. طيب وكلمة الطالب تعرب عادي جدا، مين اللي قال مين اللي شك؟ الطالب، يبقى هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والمفعولين أول واحد الدرس هيكون علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد، هيكون أعرابه مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمفعول به الثاني هو كلمة صعبا، فصعبا هنا تعرب مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب أنا عايز أتأكد إن خالة نصبت مفعولين أصلهم مبتدأ وخبر ولا لأ، هات كده المفعولين لوحدهم، هتقول الدرس صعب، ها نفعت؟ اه نفعت. جملة اسمية؟ اه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، صح. يبقى فعلا خالة وأخواتها أو ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. آخر مثال معايا، لما بقول علمت الكذب مهلكا لصاحبه، أنا عارف إن الكذب بيهلك صاحبه. طيب تعالوا نشوف الفعل المتعدي عندي، كلمة علما، طيب والتاء دي هتكون إيه؟ دي تاء الفاعل، علمت أنا تاء الفاعل، يبقى أنا هقول والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طب إيه الحاجة اللي أنا علمتها؟ الكذب، يبقى إذن الكذب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب وكلمة مهلكا؟ أيضا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما الكلمة لصاحبي دي إيه؟ يبقى أنا مش لازم إن الكلمتين اللي هيجوا بعد ظن أو أخواتها يكونوا هما بس المفعولين، ممكن أنا عندي يكون في بعدهم مضاف إليه، ممكن يجي جر ومجرور زي ما هنشوف دلوقتي، إن أنا عندي اللام لوحدها هي حرف جر وكلمة صاحبه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب عايزين نعرف بقى إعراب دقيق جدا، هقول إن الهاء طالما اتصلت باسم نحفظها كده يا شباب، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى كلمة لصاحبه دي فيها ثلاثة إعراب، اللام حرف جر، صاحب لوحدها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب نتأكد تاني إن أنا عندي المفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، حطهم لي بقى يلا في جملة اسمية، هقول الكذب مهلك، ركزوا بقى هنا، لصاحبه زي ما هي مش هاجي جنبها، يبقى أنا عملت الكذب هيكون مبتدأ وكلمة مهلك هي الخبر. الملحوظة دي مهمة جدا وكنا خدناها مع بعض في الفعل اللازم والمتعدي، لما بيقول لي الفعل رأى عندما يكون بمعنى الرؤية اللي هي الإبصار،
فإنه متعدي ولكن ينصب مفعول به واحد فقط. أما إذا كان بمعنى علم فهو فعل متعدي ولكنه ينصب مفعولين. يعني لو انت شفت فعل رأى بمعنى الرؤية البصرية، ان انت شاهدت شيء، يبقى فعل متعدي ينصب مفعول به. اما اذا كان الفعل رأى بمعنى علم، ان انت الحاجة دي علمتها، وهنا تكون بمعنى الرؤية القلبية، فيكون الفعل متعدي ولكنه ناصب لمفعولين. طيب تعالوا بقى نشوف الامثلة. بيقول لي رأيت الشمس ساطعة. هي رأى هنا يا شباب بمعنى الرؤية البصرية ولا الرؤية القلبية؟ طبعا الشمس أنا بشوفها رؤية البصر، يبقى إذن هو فعل ناصب لمفعول به واحد، يبقى الشمس هنا هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بس كده. طيب المثال الثاني، رأيت العلم نورا. طب هو أنا العلم ده أنا بشوفه حاجة بشوفها بعناية؟ طبعا لا، يبقى قصده هنا ان انا علمت وعرفت ان العلم نور، يبقى بمعنى علم، فاذا هي تنصب مفعولين، العلم مفعول به اول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونورا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الملاحظة الثانية، اذا جاء الفعل وجد بمعنى عثر على، فانه ينصب مفعول به واحد. طيب لو كان الفعل بتاعي معناه في الجملة ان انا عثرت على الشيء، ان انا لقيت الشيء، يبقى اذن هو متعدي ولكنه ينصب مفعول به واحد فقط. مثل ايه؟ طيب المثال عندي زي لما اقول وجدت القطة طعامها. وجد عندي فعل ماضي، هو وجد هنا ان القطة عثرت على الطعام بتاعها، هي لقيته، كان مش موجود وهي لقيته، يبقى اذا القطة هتكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والطعام هيكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفعل هنا نصب مفعول به واحد فقط. الملحوظة الثالثة، اذا جاء الفعل حسب بمعنى عدى، حسب الشيء اي عده، كنت بتعد حاجة، فانه ايضا ينصب مفعول به واحد فقط. مثل ايه؟ حسب الولد النقود، هتبقى حسب عندي فعل ماضي مبني على الفتح، والولد هو الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والنقود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى نركز فيهم كويس جدا، لان هو ده موضع الاسئلة في الامتحان وموضع اللخبطة. ركز ما بين رأى البصرية والقلبية، وبين وجد بمعنى عثر على، وحسب بمعنى عدى. ادخل على كل جملة فعلا من افعال اليقين وغير ما يلزم. المثال الاول، حموكة ذو خلق وادب. ها انا لازم احط هنا دلوقتي فعل من افعال اليقين. طب افعال اليقين اللي هي ايه؟ زي وجد وعلم ورأى. طيب وهغير ما يلزم، هخلي المبتدأ هيكون منصوب علشان يكون مفعول به اول، والخبر هيكون ايضا منصوب علشان يكون مفعول به ثاني. هتكون وجدت حماك ذا خلق وادب. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مش انا عندي كلمة حموك من الاسماء الخمسة، وهنا علشان هي مبتدأ فهي هتكون علامة رفعها الواو، اذا لما اجعلها منصوبة تنصب بالالف. وذو ايضا من الاسماء الخمسة، مرفوعة بالواو وتنصب بالالف. وطبعا كلمة خلق دي احنا متفقين ان الكلمة اللي هتأتي بعد ذا او ذي او ذو هتكون مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لذلك هي كسرت. طيب المثال الثاني، المعلمون مخلصون. ها مين هيدخل عليها فعل من افعال اليقين وهيحولها من حالة الرفع لحالة النصب؟ تكون علم الطالب المعلمين مخلصين. ليه؟ اصل علم لما بتدخل على الجملة الاسمية بتحول المبتدأ لمفعول به اول، وبتغير حالته من الرفع بالواو لانه جمع مذكر سالم، الى حالة النصب بالياء لانه ايضا جمع مذكر سالم، وتجعل الخبر المرفوع بالواو الى مفعول به ثان منصوب بالياء، لان احنا زي ما احنا عارفين ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. المثال الثالث، الامهات رحيمات.
ونركز في دي كويس جدا، لان دي عندي من جمع المؤنث السالم. ونركز تاني، جمع المؤنث السالم اللي احنا بنقولها كل حصة ها بتكون مرفوع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. يبقى اذا تكون وجد الابناء الامهات رحمات. يبقى انا عندي الفعل وجد لما بيدخل على الجملة الاسمية بيحول المبتدأ من حالة الرفع لمفعول به في حالة النصب، ولكن هنا ينصب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وجعل الخبر من حالة الرفع حوله لمفعول به ثان في حالة النصب بالكسرة لأنه أيضا جمع مؤنث سالم. بعد كده بيقول لي احذف ظن وأخواتها مع الفاعل وأعد كتابة الجملة كتابة صحيحة. زي إيه مثلا؟ زي لما يقول لي ظن الإنسان السماء قبة زرقاء. طيب هو هنا أول حاجة طالب مني إن أنا أحذف ظن أهو، وكمان هحذف الفاعل أهو. يبقى هو كده رجع لي، أو هو بيقصد إن أنا أرجع المفعولين لمبتدأ وخبر. بس إحنا كنا ما بعد ما بنحولهم من حالة الرفع للنصب، دلوقتي هنعمل العكس، هنحول من حالة النصب لحالة الرفع. طب تكون إزاي؟ السماء قبة زرقاء. طيب المثال الثاني، علمت المهندسين ناجحين في مشروعهم. ها يبقى انا اول حاجة هحذف ظن مع الفاعل، ظن او اخواتها اللي هي علمة، والتاء تاء الفاعل، وهجعل المفعول به الثاني للخبر. طب تكون ازاي؟ بس طبعا هراعي جدا ان انا بحول من حالة النصب لحالة الرفع، فتكون المهندسون ناجحون في مشروعهم. المثال الثالث، ظن المستبد الناس جهالا. الشخص المستبد ده بيظن وبيتخيل ان الناس كلها جهلة. طيب هعمل ايه؟ يلا هنحذف ظن، وهنحذف الفاعل بتاعها، وهنجعل المفعول به والمفعول به التاني الى مبتدأ وخبر، تكون الناس جهال. يبقى انا لو عايزة اشكلها هعملها بالطريقة دي، حولتها من حالة النصب الى حالة الرفع. بعد كده بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. المثال الاول، تجعل المدرسة نقط سهلا لطلابها. هل يا ترى اختار العلم، العلمي، العلم؟ طيب هرجع واقول ان كلمة تجعل دي ده من اخوات ظنة. طيب واخوات ظن لما بيدخلوا على الجملة الاسمية بيجعلوا المبتدأ والخبر الى مفعول به اول ومفعول به ثاني. يبقى اذا لازم اختار كلمة العلم عشان هتعرب مفعول به اول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثاني، الفعل المتعدي. يلا نفتكر كده مع بعض، هل هو الذي يكتفي بفعله ام يحتاج الى مفعول به؟ ها الفعل المتعدي طبعا بيحتاج الى مفعول به. ظن واخواتها تنصب مفعولا به مفعولين ثلاثة مفاعيل. احنا اتفقنا ان هي افعال متعدية، طب يا ترى بتنصب كم مفعول؟ طبعا بتنصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر. من الافعال الناسخة التي تنصب مفعولين، ونركز بقى في دي كويس قوي، لان في ناس اول ما بيشوفوا كلمة افعال ناسخة اوتوماتيك بيفتكروا على طول كان واخواتها اللي احنا خدناها مع بعض في سنة ستة. طب لا، يبقى انا دلوقتي هركز ان الافعال الناسخة التي تنصب مفعولين هما، احسنتم، ظن واخواتها. اخر مثال بيقول لي حسب الرجل النقود. اعراب كلمة النقود هنا تعرب ايه؟ فاكرين لما قلنا ان اذا جاء الفعل حسب بمعنى عدى فانه ينصب مفعول به واحد، يبقى اذا كلمة النقود هي مفعول به. وبكده نكون انتهينا مع بعض من درس ظن واخواتها، والى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية.